النهاردة في المؤتمر ال11 لوحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنوفية، بنحاول نتطرق للمواضيع المنتشرة في المجتمع المصري أو اللي بيعاني منها قطاع كبير من المرضى. اتكلمنا النهاردة عن اضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل. يمكن الغدة الدرقية من الغدد المهمة في الجسم، بتفرز هرمون بيأثر على كل أجهزة الجسم. من خلال الدراسات والابحاث اللي اتعملت لقينا ان كل اضطرابات الغده الدرقيه سواء نقص الافراز او زياده الافراز او حتى لو الافراز كويس بس في اجسام مضاده للغده الدرقيه، ده بيأثر على الحمل وبيزود معدل حدوث الابورشن او السقط في اول الحمل او الولاده المبكره او ان يحصل مثلا انتهاء مبكر للحمل. كمان الادويه اللي بناخدها او بتاخدها مريضه الغده الدرقيه خصوصا زياده افراز الغده الدرقيه اثناء الحمل بتوصل للجنين عن طريق النشيمه وبتاثر عليه، متزود عرضته او تعرضه للتشوهات الجنينيه، ممكن تاثر عليه بشكل او باخر. ومن هنا كان واجب ان احنا نعمل توعيه للشباب الاطباء عن اهميه ان احنا نعمل مسح او نشخص بدري الناس اللي هم عندهم غدة درقية فيها اضطرابات قبل ما يحصل الحمل، وازاي نتابعهم اثناء الحمل وازاي نتابعهم بعد الحمل. خلينا نتكلم عن اول مشكلة اللي هو نقص افراز الغدة الدرقية اثناء الحمل. المفروض ان المريضة اللي عندها بنسميها معامل خطورة انها يجي لها نقص افراز الغدة الدرقية اثناء الحمل بنتابعها في فترة ما قبل الحمل. يعني مثلا لو عندها تاريخ مرضي قبل كده، ان كان عندها مشاكل في الغدة الدرقية قبل كده، في تاريخ في العيلة ان كان في مشاكل خصوصا لو مشاكل مناعية في الغدة الدرقية، اتعرضت قبل كده لإشعاع خصوصا في منطقة الرقبة والراس، أو سنها أكبر من 30 سنة أو وزنها كبير شوية أو في مثلا تضخم في الغدة الدرقية هي ملاحظة، لازم بنعمل تحليل الغدة الدرقية قبل الحمل ونحاول نظبطه. لو لقينا في مشكلة فيه بنحاول نديها علاج وبنعيد التحليل تاني، وبعد ما يبقى التحليل كويس بيبقى ساعتها الحمل آمن إن شاء الله. أثناء الحمل المفروض برضو لينا أرقام معينة التحليل الغدة الدرقية بيتظبط عليها، فالمفروض إن أنا بتابعها كل شهر بحيث ان الرقم ده ما يتغيرش. بعد الولاده مش مطلوب اي حاجه تانية خلال الحمل في مريض نقص الغده ده، مش مطلوب ان انا اعمل سونار على طول للجنين ولا حاجه. بعد الحمل غالبا بترجع، لو كانت اصلا هي عندها غده درقيه قبل الحمل، بترجع للجرعه القديمه اللي كانت ماشيه عليها قبل كده، وبرده بتابعها بالتحليل بعد 6 شهور بعد الولاده. المريضه اللي عندها افراز الغده زياده عن اللزوم دي بتبقى غالبا نتيجه مرض مناعي بنسميه الجريفز ديزيز في معظم الحالات. في حالة فسيولوجية بتحصل في أول 3 شهور بتشبه حالة الجريفز، ودي مهمة الطبيب اللي بيتابع. لو العيانة جاية له بتحليل بيقول إن هي عندها زيادة في الإفراز، لازم يعرف يفرق هل ده جريفز ديزيز ولا دي حاجة طبيعية، والتحليل بيبقى التفرقة ما بينهم بتبقى تحليل بسيط. تمام. المريضة اللي عندها جريفز ديزيز دي مشكلتها أكبر شوية، لازم أتابعها كويس قوي قبل الحمل، لازم تدخل الحمل وهي تحاليلها كويسة، وببقى خلال الحمل عكس اللي عندها نقص في الإفراز بتابعها بحاجة اسمها أجسام مضادة، بقيس الأجسام المضادة اللي عندها أول ما تحمل وبقيسها تاني عند الأسبوع ال20 في الحمل. لو لقيتها عالية لازم المريضة دي بعمل متابعة مستمرة للجنين بسونار، بتابع فيه ضربات القلب الجنين، بتابع فيه النمو بتاعه، كمية السائل اللي حواليه، وطبعا بيبقى مع دكتور الغدد الصماء في دكتور نساء بيتابع الحالة، لأن الموضوع بيبقى التحكم فيه بيبقى عايز كذا أو عايز فريق عمل. الادويه اللي بتاخدها كمان هو دوايين اتنين بنعالج بيهم الغده الدرقيه زياده الافراز اثناء الحمل، فيهم دواء بيبقى اكثر امانا في الفتره الاولانيه من الحمل اول 16 اسبوع. طبعا ده كله بيبقى تحت اشراف الطبيب وهو اللي بيعدل الجرعات وهو اللي بيتابع كل شهر بالتحاليل وبيظبط التحاليل زي ما الجايد لاينز قالت. بعد ما بتولد الحاله دي بيبقى البيبي محتاج متابعه شويه من دكتور الاطفال، طبعا لازم يبقى قبل الولاده على درايه بحاله الام وعارف نسبه الاجسام المضاده في جسمها والادويه اللي كانت بتاخدها ايه الريسك اللي واقع على الطفل ده. ثالث مشكله اتكلمنا عليها ان يكون التحليل بتاع الغده الدرقيه في الست دي كويس تماما ولكن عندها اجسام مضاده، وللاسف الدراسات لقت فعلا ان في علاقه ما بين الاجسام المضاده ديت وبرده وما بين المشاكل اللي بتحصل في الحمل زي السقط او الولاده المبكره، وكمان لها علاقه بعدم حدوث الحمل. يعني الحاله الخصوبه عند المراه دي بتتاثر جدا بوجود الاجسام المضاده. لحد دلوقتي ما فيش حاجه تقول ان انا اعالج الأجسام المضادة دي غير في حالات بسيطة خالص، لو كان في مثلا سقط متكرر أو كانت الست دي عملت
طفل انابيب مثلا بتحاول بتحمل بطفل انابيب، في الحاله دي بندي علاج بجرعات قليله وبيبقى طبعا تحت اشراف الطبيب وبمتابعه. واتمنى ان شاء الله ان يكون المؤتمر اتى اهدافه وكل الناس استفادت من اللي احنا قلناه ونقدر نفيد المرضى بتوعنا ان شاء الله ونقلل اي مشاكل ممكن تحصل للام بحيث انها تحصل على حمل وولاده سعيده ان شاء الله.